الخدعة الأولى لنصاب كرة القدم. تسمع عن لاعب استمرت مسيرته 13 سنة في 10 أندية بثلاث قارات مختلفة من غير ما يلعب ولا ماتش؟ كارلوس هنريكي الشهير بالقيصر نظرا لشبهه بفرانس بيكنباور هو بطل أكبر خدعة في تاريخ كرة القدم. كارلوس زي أي طفل برازيلي نفسه يلعب كورة، انتقل لمدينة ريو دي جانيرو وبدأ يتودد للعيبة، بس مش في الملعب، في الملاهي الليلية اللي بيسهر فيها نجوم السامبا، ونجح بفضل طلاقة لسانه أن يجيله أول عرض احتراف في نادي بوتافوجو. أسطورة الكرة البرازيلية ببيتو قال عنه كان بيسحرك أثناء المحادثة، لا يمكنك تجنبه. كارلوس أول ما انضم لنادي بوتافوجو طلب من المدرب الخضوع لفترة تأهيل بعيد عن الملعب، وبعد فترة جه معاد الاختبار الأول. اضطر كارلوس تحت ضغط من المدرب أنه ينزل التمرين، وفعلا نزل التمرين وأول انطلاقة ليه بالكورة مع أول لمسة وقع ومسك العضلة الخلفية. كان صعب إثبات كذبته وقتها نظرا لتأخر البرازيل طبيا. في الوقت ده كارلوس كان بيخدع الجميع حوله بأنه عنده عروض احتراف من أوروبا بالنطق ببعض الكلمات غير المفهومة بالإنجليزية. في الحلقة الثانية من قصة أكبر خدعة في تاريخ كرة القدم هنعرف إزاي مر النصاب من اختباره الثاني.